الحديث الآن يعني عن الهوية السودانية، الشخصية السودانية، العرقية السودانية، الثقافية السودانية. أنت لك كتاب مهم في هذه القصة، لكن لفت نظري، هو كتاب اسمه الهوية السودانية، تفكيك المقولات الفاسدة. لفت نظري في هذا الكتاب تفريقك بين المعنى الثقافي للهوية والمعنى العرقي للهوية، وانت فرقت بينهم بتفريق، وانت تشرح لي هذا التفريق. الأمر غاية في البساطة، أنه لا علاقة بين الهوية والعرق. العرق هو أمر ثابت أنت لا تتحكم فيه، ولا تختار أن تطلع أسود أو أبيض أو أحمر أو أخضر، هذا ليس ملكك، لكن تكتسب هويتك وتتغير هذه الهوية وتتغذى باستمرار على روافد مختلفة. وبالتالي أنا حينما أقول أن البعض يربط ما بين العرق والهوية، هو يمارس نفس الذي كان يمارس المنهج الاستعماري الاستشراقي القديم، حينما يظن بأن سكان إفريقيا السود ينبغي أن يكون وعيهم وذكاؤهم وفهمهم وسلوك مطلقا هكذا دون أن يتغيروا. ومن هنا جاءت فكرة مهمة الرجل الأبيض أن ينقذ هؤلاء المساكين المتوحشين من الغابات وينقلهم إلى السيفلايزيشن، إلى الحضارة. الهوية اكتساب، والهوية تقوم على مصادر تتغذى عليها معارفك، اللغة، الخيال، الأسطورة، الوعي، العرف، الكذا. لذلك ما فيش علاقة ما بين الهوية وبين العرق. أنا كانت مشاغلي الرئيسة أنه كثير في ثقافتنا السودانية ما يتم الربط بأنه إحنا ما عرب. ليه؟ والله لا نشبه العرب. انت عندك مواصفات يعني محدد العرب، ايه يا رب العربي ده عامل ازاي؟ ولك العرب احنا يعني ممكن يكون انفنا افطس كده، وشعرنا اكرد كده، ولوننا اسمر كده، تقوم تقول له يا اخي الجاحظ ده قبل في القرن الثاني الهجري يعني كان بيتكلم في كتاب الحيوان عن الحتميه البيئيه اللي بنتكلم عنها اسي، انه اشكالنا والواننا دي بنت المناخ. ايه علاقتها بالهويه الثقافيه التي تحمل الربط أن هناك مواصفات محددة بموجبة أنت تختار أو تعرف هوية الشخص؟ هذا أمر طبعا ضد المعرفة عموما، مش ممكن أبدا بأي حال من الأحوال. ما فيش حاجة اسمها عربي عنده شكل محدد، كل أنا وده تعريفي. العروبة ثقافة، العروبة. بالتالي هناك وهم للعرقية، يعني أنا ما بعرف العرقية. يعني إيه العرق العربي؟ أنا بفهم أنه في حاجة اسمها الثقافة العربية. الثقافة العربية دي كلها كانت قومية القوميات، زي ما بيقول الأستاذ محمد عابد الجابري. أنا كان رأيي أنه لا تربط ما بين العرق وبين الهوية. طيب بسألك سألة سريعة كذا وجاوبني عليها، كم نسبة العرب في السودان؟ يعني إذا استخدمنا المعيار العرقي حتكون في مشكلة، يعني يعني ممكن شخص يقول لك أنه نسبة العرب في السودان 30% 40%، ده انتخب معيار عرقي. لكن لما نقول أنه الثقافة الغالية في السودان هي الثقافة العربية وأيضا الثقافة الإفريقية، وإيه اللي بيمنع؟ يعني ما هو دلوقتي انت كان رحت بلد فيه أمازيغ وعرب وبقت الثقافة السائدة ثقافة عربية، يبقى معناها الأمازيغ أمازيغ بالعرق، عربيين بالثقافة، يعني مش بصف.